السيد مساعد العسعوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية. السيد أحمد المنفوحي. السيد سامر صابر المدير الإقليمي في الكويت. من شركة مايكروسوفت السيد علاء الدين كريم مدير القطاع العام للشركة. المهندس عمر عباس مدير قطاع الأراضي والممتلكات. إذن شكرا للسيد نصر البكاوي والسيد فهد الرجدان على التكريم. سنبدأ بعد قليل الجلسات الرئيسية بعد دقائق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم، نجدد بكم التحية والترحيب ونستكمل.